انا سميتي محمد فلاق من دوار خلط شباك المناصره قليم قنيطره. جا واحد السيد مدبز معاه، جا المحطه ديال الطاكسيات، جا مع الكرسي تمايا دابز معاه تمايا، هرس له الجاج صافي مشى للدوار لي. قال لي انا اللي تعرضت لي مدابز انا وياه. مشى حتى الخلط الشباكه وجاب هز عائلته وجاب هادي وطردوا لي بالجنوي وهذا وضربوني بالجنوي وجاو تاني خالته وعمته ولاد خالته ولد خالو صافي جاو ضربوني صافي طيحوني ما بقاش عقل على راسي. حتى جا الدري ولدي تا هما ضربوه بجا يبغى يفكوا هذاك الشيء ضربوه صافي ما بقاش عقل على راسي. انا تا مشيت للسبيطار، من مشيت للسبيطار جاو دارك الملكي تمايا شافوا دري ولدي نعس تمايا، وهذيك الساعه هرسوا لي الطوموبيل و هادشي اللي غتجينا على الدرك الملكي هنايا. تصنتوا لينا سيمانه هادي ما عطاوناش حقنا ما عطاونا والو، اليوم نجيبهم غدا نجيبهم الاخرى تصنتوا له وهذاك الشيء ما كاين حتى حاجه. ولدي عنده شي 27 عام تا هو مضروب وناعس في الطبيب و راك الان باقي ناعس في الطبيب. صافي جاو الدرك الملكي داو لنا الطوموبيلات وهذا وصافي، هذا هو المشكل ديالنا. الله يحفظك. صافي جينا على الدرك الملكي عمرنا الاقوال وداك الشيء، ومن جا هو يعتقلوا سامع اعتقلوا لا والو سامع اعتقلوا لا والو ودابا تيقول ما تصور حتى حاجه ما تصور والو. حنا نعاودوا ندابزوا معاكم ولاو تهدوا عليا ثاني واخا مضروب انايا خارج جاي للسبيطار ولاو ثاني خرجوا للشانطي تمايا وقال لي ما تصور حتى حاجه هذا، ولاو تاني تهدوا عليا وبغى يهزوا لي الجناوي وبغى يضربوني غير هربت تاني وداك الشيء. ما عطاناش بغينا حقنا وصافي. لا جدرميه ما دارنا دارك الملكي ما دارونا معنا والو. تنطلعوا نهبطوا تيقول لك سير بحالك تنوليو نجيو تيقول لك تنعيطوا لكم اليوم غدا حنا بنيت في الدراك ما كاين حتى حاجه. احنا دابا من الصباح حنا جالسين واحد مبغى يهضر معنا تا واحد مبغى يدوي معنا تنقول له حق راه باقي فلان باقي فلان باقي هارب هذا باقي هارب هذا وما كاين حتى واحد اللي هارب هما بغا يديروا معنا حتى واحد تنسيروا تنعيطوا لكم وصافي. هادشي اللي كاين والاخر تيبقى يتهدد علينا ديما تيقول ديما تيتهدوا بينا وعندهم شوف اشنو عندهم كليان عندنا هادي فهمتي ما تصور والو. مازال قال لكم غتخرج لكم بارده ونوليو نعاودو ندقدقوهم ثاني ونضربكم بالجنوي هذا هو المشكل ديالنا حنا.